اخواتي مرحبا بكم جديد في وصفه جديده ان شاء الله. اليوم نحضر دي شوشون بالبات فريتي وبالفلافل الالوان والمايز. عندي هو الاول تقريبا بصله صغيره مقطعه رقيق، تكون مقطعه رقيق مزيان. عندي فلفله صفراء وحمراء وخضراء مقطعين حتى هما رقيق، انتم يكونوا اون بتي مورسو. وغندير التوابل، ندير الملحه، ندير نص معلقه صغيره ديال البزار ومعلقه صغيره ديال السكنجبير، شويه ديال زيت المائده. فغنشحر هاد المكونات مزيان حتى تشحر ونرجعو نكملو باقي. هنا بعد ما تشحرت ليا الفلفله مع البصيله كنضيف الذره. عندي هنا تقريبا البواط، غندير منها غير شويه. وعندي فرماج غابي، خلطهم مزيان، وكندير نص ديال البيضه. البيض باش غندهن كناخذ بيضه نخلي منها شويه باش غندهن لي شوسون، والنص الاخر كنخلطو معاه باش تعلك لنا هاد لي شوسون يجيو خاطرين. هنا عندي لاباط فريتي سرحتها على شكل طولي، غنجي نوضع حشوة. ندهن الجوانب بالبيض، نثبت هاد الجناب هادو. وكيبقى لكم دائما الاختيار، يمكن تزيدوا الطون، يمكن تزيدوا الدجاج، ولكن انا هادو كنفضل يبقاو هكذا كيجي فيهم واحد المذاق زوين، واخا ما نديرو فيهم لا لحم لا والو، غير بهاد المايس والفلافل كيعطوهم ذوق زوين. ندهنهم بالبيض، وغناخد موس ونمشي ندير بحال فتحات هنايا. واحد ربعة ديال الفتحات وندخلهم الفرن مسخن على 180 درجة. كانت هذه اخواتي هي وصفة اليوم، شوسون بحشوة لذيذة ما تصوروش كي كتجي لذيذة. فنتمنى انكم تجربوهم وما تنسونيش من اللايك والتعاليق الجميلة، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل بحول الله.